الرأي العام بما أدليت به من معلومات. يعني أنا كنت أنتظرها، هي 8 تهم 7 و 8 يعني كل مرة خطر يتزيدوا ينقصوا، يمشيوا من نشر النميمة حتى التعكير صف النظام العام، مروراً بانتحال صفة صحافي، تدليس وثائق، نشر مضامين وثائق دون يعني ترخيص من صاحبها، تعدي على المعطيات الشخصية، حاجات من هذا القبيل. يعني أنا كنت أنتظر ردة فعل كما هكا، وأنا من الأول معناها طلبت بفتح تحقيق رسمي، أنا قدمت شكوهات وطلبت بفتح تحقيق رسمي، ومن يطلب يعني بفتح تحقيق رسمي هو لا يخشى القضاء. يعني هذا هو اللي حبيت نقول به. أنا اليوم معناها عندي أمل وأثق في القضاء التونسي وأثق في القضاة التونسيين. أنا واعية زادة لتونس اليوم، معناها ما زالت ما أرسيتش مؤسسات الدولة يعني اللي تمكننا باش نعيشوا في ديمقراطية، ولكن أنا أؤمن زادة اللي احنا قمنا بثورة، وأنه هذه المخاض يعني حاجة طبيعية جدا في مرحلة انتقالية. دونك إن شاء الله اليوم نمد السيد قاضي التحقيق بكل ما لدي، وبالطبيعة كما كنت نقول وسيلة إعلام أخرى، أنا أخذت احتياطاتي في سورة مئدة ولو أني متفائلة جدا يعني، ولكن يقعد فما أن بورسنتاج صغير معناها، وأنه التفائل متاعي ما يكونش في محله، ولذا أنا أخذت الاحتياطات اللازمة وكتبت رسالة فيها كل ما لم أدلي به بعض لوسائل الإعلام وللرأي العام، وقدمت كل وثائق التي سأقدمها اليوم يعني سيد قاضي التحقيق، قدمتها أيضا يعني للصحفيين توينسا وأجانب، وإن شاء الله معناها لو كان اليوم أنا مقتنعة ببراءتي ومقتنعة بأن عملت اللي لازم نعمله لهذا، كان يعني مسؤولية ودفوار ويجب قبل أن يكون حق من باب الشفافية وحق الشعب في الوصول يعني إلى المعلومة وغيره. كان أنا غلط يعني في كيف قلت، نوعدكم ونوعد الشعب التونسي ورأي العام اللي كل ما بحوزتي إن شاء الله يظهر لرأي العام هذا الملف وغيره من الملفات التي أعمل عليها منذ ما يقارب سنتين. رد هذي مش نجاوب عليه إن شاء الله سيد قاضي التحقيق. يعني أنا اليوم شفت كل ما يلزم للإجابة عن هذه التهمة، ما نحبش ندخل في تفاصيل يعني الملف على خاطر نحترم سرية التحقيق والسكرية.